أليك السؤال مني أفضل. ظاهرة المال السياسي، شراء الأصوات، موقفك من هالظواهر بالانتخابات، والسؤال المربوط في أبو فيصل، ونكون صريحين أكثر، أحد المحسوبين المقربين عليك بكل صراحة، إن ما بأذكر اسمه، متهم والآن في النيابة، شترد على الظاهرة السلبية بالانتخابات، مال سياسي، شراء أصوات، وشنو تفسر قرب الرجل المتهم منك؟ تفضل. نعم. أشكرك أولاً على هذا السؤال. الله يعينك. اللي اليوم يعني وايد ناس ينتظرون نعم. إجابة عليه. أولاً، اللي يشتري مواطن يبيع وطن. لا يمكن بأي حال من الأحوال نقبل بالمال السياسي يعبث في وطننا، ولا نقبل بشراء الأصوات. لا تثقون بأحد يشتري الأصوات، لا تثقون فيه، ترى يبيعكم يا أهل الكويت، لا تثقون فيه. كل الدوائر هناك مال سياسي منتشر، مو بس بهالانتخابات، في كل انتخابات هناك انتشار للمال السياسي. لذلك لا يمكن في يوم من الأيام نقف مع أحد استخدم المال السياسي لشراء ذمم الشعب الكويتي، لأن بالنهاية يبي يدخل المجلس عشان يعوضهم، مو جاي لمصلحة الكويت وأهل الكويت. لكن علينا أن ننتظر الأحكام. الظلم ظلمات، والله ما يقبل بالظلم، وأنا شعاري مع الحق والحق ما يتغير. علينا أن ننتظر الحكم من المحكمة، مو أي واحد يتلونه ويقولون عليه قضية، والله شراء أصوات أصبح فعلا مرتكب جريمة. سنة من السنين مسكه واحد قالوا له أنت متهم بجريمة قتل، وأنا كنت قاضي في وقته، ومسكوه ويابوا المباحث وقالوا إنه اعترف، ويابوا تصوير بتمثيله للجريمة، ويابوا تصوير إنه قاعد يعترف بالجريمة، وتدور الأيام إلى المحكمة ونكتشف أنه مو هو القاتل، نتيجة الخوف ونتيجة الضرب اللي تعرض له في المباحث، وهي قضية قتل الشخص الكندي إذا تذكرونها بفحيحيل، تبين آخر شيء أن صديقته الفلبينية هي اللي قتلته، وكان شخص كويتي هو المتهم بالقتل. عقب ما جابوا لنا المباحث اعترافات منه أنه قاتل. لذلك الظلم ظلمات، مو كل واحد تسمعون عنه ان اتهم بجريمه معينه معناتها فعلا هو مرتكب الجريمه، يا اما بالحبس مظاليم على ما قالوا. علينا ان ننتظر الى حكم المحكمه، واذا كان الحكم نهائي ذيك الساعه نقول الحكم هو عنوان الحقيقه، ذيك الساعه نتبرى من كل واحد عليه هذه مثل هذه التهمه. اما اليوم قد يكون مقصود فيها حرب، حرب على اطراف معينه يريد الوزير ان ينتقم منهم، قد يكون ذلك. فاحنا لا نستعجل الامور، لا نبرئ أحد ولا ندين أحد، ننتظر إلى حين الانتهاء من هذه القضية بالمحكمة ثم نحكم عليهم. نعم هناك أقاويل كثيرة على أطراف معروفين ومشهورين بأنهم يشترون وإنهم ما يخالف، ننتظر، لا نسبق الأحكام. رغم قناعتنا يمكن الداخلية على بعض الأطراف، رغم معرفتنا أن هذا لا يسويها لأنه مشهور وقاعد يشتري علني، بالنهاية اللي تقرر المحكمة، اللي يقول القاضي هو اللي يمشي. علينا أحكام مثلا في قضية حل المجلس، حتى لو ما عجبنا الحكم نمشي حكم المحكمة. لذلك لا نسبق الأحداث ولا نقول والله فلان محسوب على فلان، أنا نصه الكويت ربعي، أي واحد ينمسك، وأيضا الموظفين اللي عندنا في المجلس كثيرين هم كلهم محسوبين، والمستشارين كثيرين، كل واحد بالنهاية عليه من مسؤوليته عن نفسه. أنا لا أحكم أحد، لكن لا نظلم قبل أن نتأكد من هذه القضية وقبل أن يقول القضاء كلمته. نعم كافي الجواب.